ما رأيك في الأعمال السحرية؟ هل هي حقيقة؟ من فترة ليست ببعيدة كان أحد الكهنة يصلي لأختي، فإذ به يقول لها: إيه يا بنت اللي ربطك كده؟ وتعددت فك الخطوبات 3 خطوبات مفكوكة، بالإضافة إلى انصراف كثير من المتقدمين لخطبتها، وذلك بعد إبداء إعجابهم بها والتحدث بشكل مباشر في الارتباط. ومن فترة قريبة وجدنا بالصدفة ورقة مدفونة أمام باب البيت وبها بعض التراب وقطع قماش بها دم. هل ذلك ما يطلق عليه عمل؟ وهل يمكن يؤثر بحق عليها حتى لو كانت بتتناول؟ وإن كان فما العمل؟ وهل تصلي لمثل هذه الأمور أم ترشح اسم معين؟ الحقيقة بالنسبة للأسحار موجودة والأعمال موجودة، ولو ما كانتش الأسحار والأعمال موجودة ما كانش ربنا أنهى الإنسان إنه يبتعد إيه؟ يبتعد عنها. وبيقول ملعون اللي يقعد قدام عرافة أو قدام ساحر. والسحر كان موجود من أيام موسى، فاكرين موسى لما كانوا بيجوا السحرة وبيفعلوا بسحرهم؟ والسحر ما هو إلا عمل من قوة الشيطان، بس احنا فينا قوة تانية اسمها قوة الروح القدس. والكتاب المقدس بيقول اللي فيكم اقوى من اللي في العالم. عشان كده تلاقوا العصاية العصي بتاعت السحرة بقت ايه؟ حيات. لكن عصاية موسى بقت حية بلعت الحيات. عايز يقول ان السحر موجود لكن قوة الإيمان ممكن تبتلعه. نصيحتي للناس دول اللي هم معمول لهم أعمال أو أسحار، بما إن اتعملت أسحار يعني فيه ضعف في الشخصية، عشان كده الشيطان قدر يدخل. خلينا صراحة، لأن الشيطان يدخل إزاي؟ يقولك لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا. فلو كان فينا الروح القدس مش ممكن الشيطان يجرؤ إنه يدخل. لكن ممكن يكون الروح القدس موجود بس إحنا إيه؟ طفناه، طفينا الروح. وما دام طفينا الروح بقيت حياتنا فين؟ في ظلمة، والشيطان اسمه رئيس الظلمة. فأي واحد حياته تظلم يبقى بيقول للشيطان تبقى ايه؟ رئيسي. الشيطان عايز ما يبقاش رئيسك. نور الروح القدس في حياتك. ما يقدرش الشيطان يبقى رئيس النور، لكن هو رئيس ايه؟ الظلمة. ففي ايدك انك تظلم حياتك وفي ايدك انك تنور حياتك. انا الحقيقة من اختباري ومن خبرتي الناس يعني بيدوخوا، يديروا اللف، نروح لمين يخرج لنا الروح النجس، ولا نروح لمين يفك السحر، ولا نروح لمين يعمل كذا. صدقني لا تروح لده ولا تروح لده. تعال هات الشخص اللي فيه آلاف الأسحار وقول له انسى ان معمول لك أسحار، واطلب المسيح، واطلب روح قدس ان يمتلك حياتك، وقول له يا رب انا عايز اكون هيكل مقدس فيك، وابدأ بداية حقيقية، عيش الانجيل، صلي، خلي لك خلوات مع ربنا، ابعد عن الخطية. تفتكر انه الشيطان يقدر يسكن في هيكل مليان بالقوة دي؟ ده نفس الشيطان يصرخ ويقول ابعدونا عن الشخص ده، ابعدونا. لكن احنا عايزين نبقى في برودنا وفي خطيتنا وفي ضعفنا ويخرجونا الشيطان. طب ما هيخرج لما نروح لواحد يفكه، فعلا هيخرج، بس يخرج يلف يجيب له 7 ويرجع تاني، بدل ما بقى 1 بقوا 8، وتكون اواخر هذا الانسان اشر من اوائله. والرب يسوع قال الكلام ده. انا انصح صاحب السؤال ان يقول لاخته، اصل احنا كل هدفنا كمان مش فك السحر، احنا هدفنا ان البنت تتجوز، بس مش فك السحر، لا لازم تتجوز، مش مهم تعيش لربنا وما تعيش، احنا عايزين يا ابونا تفك السحر عشان هي تتجوز، لكن حياتها يبقى ربنا. تقول لي بتتناول؟ اقول فيه في بيتناولوا كما لقوم عادة،
وفي بيصلي كما قوم عادة، وفي بيصوم كما قوم عادة. شعب بني إسرائيل كانوا بيقروا ال151 مزمور، وربنا قال عنهم هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني. أنا عايز إنك أنت تحيا المزامير، تحيا الصلاة، تحيا المسيح، تقول جعلت الرب أمامي في كل حين. بمجرد ما تبص تلاقي تقول له ربنا أنا عايزك، كل المشاكل هتنحل وهتنفك. يبقى الأسحار فعلا في أسحار موجودة، ما نقدرش ننكر، لأني زي ما قلت مرة لو أنكرنا المعجزات يبقى أنكرنا وجود مين؟ وجود الله. ولو أنكرنا السحر يبقى نقول إن الشيطان إيه؟ مات، أو الشيطان انتهى، وما فيش آية بتقول إن الشيطان انتهى. بالعكس ده بيقولوا إن إيه؟ بيقول إنه أسد بيزأر يجول ملتمس من يبتلعه.